السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه. ربنا اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك، والخير كل الخير في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. إخواني وأحبابي في الله، يعني نبتدئ الآن يعني في هذه الموجة من الصقيع، عايزين حاجة تدفي والله. كيت كات يا أخي سبحان الله، طب ينفع كده يعني كيت كات من غير حاجة ساعة؟ يعني ما تجيش يعني. جزاك الله خيرا. عموما يعني اخواني واحبابي في الله، ونحن في هذه الموجه من الصقيع ومن البرد، الواحد بيفتكر جهنم يا اخوانا. يعني بتوضى دلوقتي الماء نازله ثلج من الحنفيه، قلت سبحانك يا رب، لو زمهرير جهنم هو ان الواحد يعذب يعني بان يصب عليه مثل هذا الماء بس، يبقى ده نوع عذاب لا يحتمله الانسان ولا يحتمله اي بني ادم في الدنيا. لو بس جهنم ان الواحد يعذب بالبرد بتاع الدنيا، فما بالك بقى ان جهنم فيها زمهرير. ربنا يحفظنا يا رب. يعني حد يقدر يقول لي دليل ان جهنم فيها حر وبرد؟ ها ها، حر وبرد، انا عايز دليل. لا يرون فيها شمس، ده الجنه. ماشي، النار فيها شمس وزمهرير، لان النار الشمس بتوضع فيها كحجر وفيها زمهرير، ولكن عايز دليل على النار ان النار فيها الا حميما وغصاك. خد بقى جزاك الله خير، خد قطمة وجبالي تاني، نتفق احسن الراجل هيزعل. يا دكتور ابراهيم هيزعل، يلا قطمة واحدة بس. ما شاء الله، ده ايه الجهزان ده؟ ما شاء الله، انت قطمة وهو قطمة. الجهنم يا اخواني الا حميما وغصاق، والحميم شدة الحرارة والغصاق شدة البرودة. فربنا يحفظنا وربنا يعافينا يا رب. وربنا قال عن اهل الجنة لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، لان اهل الجنة لم يكن يقف امام دينهم شمس ولا زمهرير، لا كان بيقف قدامهم حر ولا كان بيقف قدامهم برد، لا كان بيعطلهم عن ربنا وعن الانطلاق الى الله سبحانه وتعالى وعن قيام الليل وعن الدعوة الى الله، لا الجو حرد ولا الجو برد. اخوانا عايزين يطلع ناس فوق مستوى العواقب الدنيوية، عايزين يطلع ناس اقبالها على الله اعلى من مستوى اي عائق. عشان كده بنتكلم في سلسلة محتاج اصلي، عشان كده بنتكلم عن الخشوع في الصلاة. يعني احنا عايزين نركز ان شاء الله باذن الله كده، لعل الله سبحانه وتعالى يفتح على قلوبنا، لعل الله ياذن لنا ان يدخلنا في الصالحين. اللهم امين، قولوا امين، اللهم امين. يعني محتاج اصلي، واحنا بنتكلم في سلسلة محتاج اصلي يا اخواني، ازاي ان احنا محتاجين ان احنا نقف بين ايدين ربنا صح، محتاجين ان احنا ندعي دعاء في صلاة يرضى الله بها عنا، لان لو دعائنا في الصلاة استجيب يا اخواني احوالنا كلها تتغير. لو صلينا صلاة صح اذا صلح كل شيء بعدها، مش في الاخرة، في الدنيا كمان. عايزين نصلي صح. قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. قسمت الصلاة، الصلاة هنا معناها ايه؟ معناها الفاتحة. يعني لما ربنا يسمي الفاتحة الصلاة، يبقى اللي مش هيعيش الفاتحة مش هيعيش صلاة، يبقى اللي مش هيفهم الفاتحة مش هيفهم صلاة. يبقى يا اخوانا النهاردة الدرس اللي هنتكلم عنه ده بإذن الله ده درس عمر. يعني ايه درس عمر؟ يعني في دروس انت بتسمعها وتتشحن بيها شوية وخلاص، انما الدرس ده المفروض تفضل فاكر معانيه مدى الحياة. ده درس عمر. يعني ايه درس عمر؟ يعني الوقت هنتكلم عن معاني الفاتحة، هنتكلم عن اعظم لحظة في حياتك كلها. اشمعنى هي الفتحة اعظم لحظة في الحياة؟ هنتكلم عن الفتحة جوه الصلاة، اعظم لحظة في حياتك وفي حياتك لحظة لما بتقف تقرأ الفتحة في الصلاة. اشمعنى؟ لان دي اللحظة اللي بيتكلم ربنا فيها وربنا بيكلمك فيها، زي ما هنتكلم الوقت يا اخواني، كلمة كلمة ربنا بيرد عليك فيها. ولكن هل احنا بنخشع في الفتحة في الصلاة؟ هل احنا عايشين جلال الموقف ده؟ هل احنا قادرين نعيش الموقف ده يا اخواني؟ هنقف النهاردة مع هذا الموقف الرهيب، الفاتحة جوه الصلاة، مع التدبر في معاني الفاتحة واحنا واقفين نصلي، مع ذلك اللقاء الحقيقي بينك وبين الله حينما تقول الحمد لله رب العالمين، فيقول الله حمدني عبدي. الله، يعني وربنا بيقول لي مين ده؟ بيقول لي الملأ الأعلى. يعني في مشهدين يا اخواني، مشهد على الأرض وانت واقف بتصلي بالفاتحة وتبكي، زي الفاتحة ما أبكت قلوب الصحابة وأبكت قلوب السلف، واقف بتصلي وتبكي، وفوق
عند عرش الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يقول للملأ الأعلى: حمدني فلان، أثنى علي فلان، مجدتني فلانة. انت متخيل المنظر ده؟ لو تستشعر المنظر ده هيجيلك قلب تسيب الفتحة. لو تستشعر المنظر ده مش هتقوم ليالي ورا ليالي بصورة الفتحة وانت في مناجاة حقيقية بينك وبين الله. لو استشعرت جلال الموقف الرهيب ده، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. فإذا قال عبدي الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي، عزنا علي عبدي، حمدني عبدي. عبدي ده اعلى وسام رباني في الوجود يا اخوانا، يا اخوانا اعلى وسام. لما ربنا اثنى على النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن اثنى عليه بلفظ العبودية 8 مرات، 8 مرات ربنا قال على النبي عبدي. في الحديث ده هو بس ربنا قال كلمة عبدي 8 مرات. يعني شوف ربنا رفعك لدرجة شكلها ايه لما يقول اثنى علي عبدي. الفتحة خلتك تفوز بوسام العبودية، الفتحة رقتك لمقام العبودية. يبقى صورة بالمنظر ده، صورة نزل ملك من الملائكة ما نزلش قبل كده، من باب من ابواب السماء ما تفتحش قبل كده، وقال لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: ابشر بنورين اوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. كان منهم سورة الفاتحة. يعني سورة الفاتحة دي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ده مش اعظم سورة في كتاب الله بس بنص النبي عليه الصلاة والسلام. 114 سورة اعظم سورة فيهم الفاتحة؟ لا، ده اعظم سورة في القرآن والتوراة والانجيل. يعني اعظم ما نزل من السماء الى الارض. يعني ايه لما النبي يقول ليس لها مثيل عليه الصلاة والسلام، او ليس هناك مثلها عليه الصلاة والسلام؟ ده معنى ايه؟ ان ملهاش مثيل يا اخوانا، ملهاش مثيل في وصولك الى الله، ملهاش مثيل في فتح قلبك لكلام ربنا، ملهاش مثيل في قربك ورضا ربنا عنك. يبقى احنا بنتكلم عن صورة ملهاش مثيل يا جماعة. عايزين نعيش مع اعظم ما نزل من السماء الى الارض، مع اعظم ما قاله الله للبشر، مع اعظم صورة في كتاب الله. عايزين نعيش واحنا بنصلي مع ذلك اللقاء العظيم المهيب بينك وبين الله سبحانه وتعالى، بينك وبين ربنا. ايه سورة الفاتحة؟ بتقول ايه سورة الفاتحة؟ الحمد لله رب العالمين. انت بتثنى على ربنا، يعني عايز ايه؟ الرحمن الرحيم، عايز ايه؟ مالك يوم الدين، يعني عايز ايه؟ اياك نعبد واياك نستعين، انت وبس اللي في حياتي يا رب، يعني عايز ايه؟ كل الثناء ده عشان ايه؟ كل ده تقدمه عشان بتطلب ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم. كل ده عشان تهديني يا رب، كل ده وانا ليا طلب واحد منك يا رب، ان انت تملى قلبي بالهدى وتملى حياتي بالهدى، اهديني يا رب. يبقى الفاتحة هي طلب الهداية من الله. عارفين الفاتحة بتفكرني بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك. يعني عايز ايه؟ ماض في حكمك، يعني عايز ايه؟ اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، يعني عاوز ايه؟ القرآن يا رب، ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. نتعلم من كده ايه؟ نتعلم من كده اللهفة على الدين يا جماعة، اللهفة على الايمان. اللي مش ملهوف على الوصول لربنا ما بيعرفش يوصل. كل اللهفة اللي في النص الاول من الفاتحة عشان تقف بين ايدين ربنا، ربنا يقول لك اطلب، تقول له الهداية يا رب اهدنا. طب انا فقير، كان ممكن اقول ارزقني. انا مريض، كان ممكن اقول اشفيني. انا عندي مشاكل، كان ممكن اقول حلها لي يا رب. لما ربنا اداني طلب، طلبت الهداية ليه؟ لان لو الهداية جت كل حاجة هتيجي، لو الدين جه كل الدنيا هتيجي. لو الناس فهمت المعنى ده، لو الناس فهمت. عشان كده اول ما قلت اهدنا الصراط المستقيم، بعدها صراط الذين ايه؟ انعمت عليهم. النعم انهمرت، النعم نزلت، العطاءات نزلت، المعية نزلت. لما جت الهداية، لو جت الهداية في حياتك، لو ربنا هداك، اعظم دعاء في حياتك دعاء اهدنا الصراط المستقيم. اعظم لحظة في حياتك وانت بتقول اهدنا الصراط المستقيم وربنا بيقول ولعبدي ما سأل، اعظم لحظة في حياتك وانت بتكلم ربنا وربنا بيكلمك في سورة الفاتحة.
عايزين ندخل في سورة الفاتحة يا اخواني ونبدأ نتكلم مع بعض عن هذه السورة العظيمة. اول حاجة موقع سورة الفاتحة ده اول سورة في القرآن كله. السورة اللي اسمها الفاتحة، السورة اللي اسمها بيحمل معنى الفتح. الفاتحة يعني لما اقولك المفتاح ده فاتح ليه؟ لانه لما بيدخل في الباب بيفتح الباب المقفول. يبقى الفاتحة اللي بتفتح الابواب المقفولة، بتفتح الابواب الى الله، بتفتح ابواب قلبك للقرآن وللذكر. يعني يا اخوانا اللي عايز ربنا يفتح عليه لازم يفهم سورة الفاتحة. يعني يا جماعة اللي عايز ربنا يجعله فتح للأمة، واللي عايز ربنا يجعل جهدها في الدين فتح للأمة، لازم يبقى من أهل سورة الفاتحة. سورة الفاتحة السورة العظيمة دي لما ربنا يسميها الفاتحة وتبقى في أول القرآن ويبقى بداية القرآن هذه السورة التي اسمها على اسم فتح الله سبحانه وتعالى، يبقى ده معنى إيه؟ معنى أن البداية فتح، معنى أنك مش هتوصل لربنا لو ربنا ما فتحش عليك، معنى أن الوصول مش بالمجهود، الوصول مش بالدراع، الوصول بالله. لن تصل الى الله الا بالله. معناه ان البداية ان يقبلك الله، ان يختارك الله، ان يصطفيك الله، ان يفتح عليك الله. معناها ابدأ بما بدأ به الله. مادام الفاتحة دي بداية القرآن يبقى المعاني اللي في الفاتحة هي المعاني اللي انت لازم تبدأ بها علاقتك بربنا سبحانه وتعالى. سورة الفاتحة السورة اللي بتفتح لك ابواب القرآن، السورة اللي بتفتح لك ابواب رحمة ربنا سبحانه وتعالى. سورة الفاتحة ملهاش اسم غير الفاتحة، ده اسمها ام الكتاب. ايه ام الكتاب؟ يعني انا لما اجيب لك 30 مجلد فقه جنب بعض تقول لي ايه؟ اقول لك ده كتاب فقه، ده من امهات كتب الفقه. يبقى امهات الكتب بتبقى 30 مجلد 20 مجلد. انما تخيل جبت لك ورقه صغيره كده مكتوب فيها كلمتين، فبتقول لي ايه ده؟ قلت لك ده ام من امهات كتب الفقه، تقول لي يا عم انت بتهزر. يا عم امهات الكتب 20 مجلد ولا 30 مجلد؟ تخيل لما ربنا يسمي سوره ام القران كان متوقع انها تبقى 200 300 صفحه، تلاقي السوره دي 3 سطور. يبقى معناها اخوانا ان معاني الحق مركزة جوه سورة الفاتحة قد ايه. ده اللي يفهمنا ليه ربنا في الفاتحة بيرد عليك كلمة كلمة. ليه كلمة كلمة في الفاتحة ربنا بيرد عليك فيها؟ لان كلمة كلمة في الفاتحة عبارة عن مفتاح من مفاتيح وصلنا الى الله سبحانه وتعالى. كل كلمة يا رب، يا رب كل كلمة بسني عليك بيها انت بتفرح بيها الفرح ده يا رب. كل خطوة بخطي ليك فيها انت بتفرح بيها الفرح ده يا رب. لما ربنا يقول ما تقرب الي عبدي شبرا، وان تقرب الي عبدي شبرا، شبر يا رب، شبر يعني خطوة يا رب. انت بتفرح بكل خطوة في خطوات طريقنا اليك يا رب. انت بتحتفي بكل كلمة بنثني عليك بيها يا رب. انت بتحتفي بكل ساعة جاهدنا في سبيل وصولنا اليك يا رب. سورة عالية جدا يا جماعة، سورة معانيها هتبقى فتح في حياتنا لو احنا فهمناها. ام الكتاب 3 سطور، ده من اسمائها كمان سورة الشافية. الشافية عمر بن الخطاب حط ايده على الرجل قرأ الفاتحة قرأ ام صخ سليم. طب انت دلوقتي ممكن تحط الفاتحة ما يروقش المريض او انت ما تروقش ليه؟ ما قالك فاتحة ولا ابا حفص لها هذه الفاتحة. فاين القلب الذي قرأ الفاتحة؟ الخشوع اللي في قلبك وانت بتقرأ القرآن عامل زي المادة الفعالة اللي في الدواء، نفس المضاد الحيوي، في منه بخمسة جنيه وفي منه بخمسمائة جنيه. ليه؟ المادة الفعالة دي مادة فعالة بعد شهر المريض ممكن يروق، ودي مادة فعالة ممكن بعد يوم يروق باذن الله طبعا الشافي سبحانه وتعالى. يبقى قضية قلبك وانت تتعامل مع القرآن، القصة في قلبك. لو انت قلبك سليم هتفهم الصورة، لو انت قلبك عايش مع ربنا هتفهم الصورة، لو انت قلبك عايز يوصل لربنا هتفهم الصورة. عشان كده سورة الفاتحة لها 100 اسم يا جماعة، اكتر من 100 اسم. تخيلوا من ضمن اسماء سورة الفاتحة الكنز. احنا فعلا النهاردة عايزين نفهم الكنز ده، عايزين نفهم الكنز اللي ربنا سبحانه وتعالى نزله لنا عشان يمكن نقدر نوصل لربنا يا اخواني في الله. سورة الفاتحة سورة في غاية الخطورة. ليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. انا باخد الحديث ده وبفهم منه على نفسي لا وصول الى الله غير المعنى الفقهي بتاعه. لا وصول الى الله لمن لم يعيش مع معاني فاتحة الكتاب.
اللي عايز يوصل لربنا يفهم فتحة الكتاب، يفهم هذه الصورة العظيمة، يفهم هذه الصورة جليلة القدر. عايزين نبدأ ندخل في الصورة بقى ونعيش مع المعاني بتاعتها، لان يعني الموضوع بتاع صورة الفتحة موضوع كبير. وانا يعني فعلا يا اخواني وانا بكلمكم انا عامل زي واحد دخل جنة وما هواش عارف بقى ايه ياخد ايه ويسيب ايه، لان الموضوع اكبر من ان احنا نشرح صورة الفاتحة في ساعة لربع او في ساعة، الموضوع اكبر من كده. وهو ده معنى كلمة صورة، صورة جنة حولها صور، جنة حولها صور. عارفين ابن تيمية لما قال ماذا يفعل اعدائي بي؟ جنتي في صدري. اهما دول اهل القرآن يا جماعة، الجنة بتاعتهم جواهم، طول ما القرآن في قلوبهم الجنة بتاعتهم جواهم. تعالوا ندخل جنة صورة الفاتحة ونبدأ نتوكل على الله سبحانه وتعالى. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الاستعاذة بنستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل صورة الفاتحة ولا بعد صورة الفاتحة؟ على قولين بين العلماء. فاذا قرأت القرآن استعذ بالله من الشيطان الرجيم. علماء قالوا يعني قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل القرآن، وعلماء قالوا لا بعده. طب ليه يا اخوانا؟ انت محتاج الاستعاذة قبل وبعد. ازاي؟ لان الشيطان بيجي لك قبل القرآن، يعني قبل العلم، عايزك ما تعرفش دين اصلا. طب بعد ما قريت القرآن وتشحنت وعايز تعبد ربنا، يقوم يجي لك بعد العلم قبل العمل عشان ما تنفذش اللي انت عرفته. يبقى الشيطان بيجي لك قبل العلم وقبل العمل. يبقى الشيطان يجي لك عشان يشغلك عن دروس الدين، عن الدروس الإيمانية، عن طلب العلم، عن تحفيظ القرآن. وبعد كده يجي لك عشان يشغلك انك تنزل جولة، انك تروحي لحد فقير تسنديه في دينه او في دنياه، انك انت تنزل تتكلم عن ربنا، انك انت. يبقى الشيطان بيجي لنا قبل العلم وقبل العمل. عشان كده اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، دي كلمة مش هنوصل لربنا من غيرها يا جماعة. وكم مرة بالانسان، كم مرة بالواحد لحظات ضيق نفسي شديدة جدا، الاقي نفسي طب السبب ايه؟ اقعد استعيذ بالله من الشيطان الرجيم حاجة بسيطة، الاقي الضيق راح، اقول سبحان الله. يعني ممكن الشيطان يكبك، ممكن الشيطان يخنقك، ممكن الشيطان يضايقك، رب اني مسني الشيطان ها بنصب وعذاب. الشيطان ممكن يتسبب ليك في ألم وهم وغم، ممكن، عشان الكلمة دي. عشان كده الكلمة دي مهمة قوي. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، اسماء الله الحسنى. النبي عليه الصلاة والسلام حل كل مشاكل حياته باسمين من اسماء الله، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. ماذا تريد؟ اصلح لي شأني كله. يعني حل كل مشاكل حياته باسمين من اسماء الله سبحانه وتعالى. لما بسمع النبي عليه الصلاة والسلام وبيقول لربنا اسألك بكل اسم، بكل اسم هو لك، اقول يا هو احنا محتاجين كل اسم من اسماء ربنا؟ محتاجين نفهم كل اسم من اسماء ربنا؟ نقدر ان احنا نفهمه، لان هنحل مشاكل حياتنا كلها باسماء الله الحسنى. اعظم علم على الاطلاق علم الاسماء الحسنى. حد يعرف الجيل الاول، الجيل الاول في هذا الدين سمى علم الاسماء الحسنى علم ايه؟ حد يعرف؟ ها التالت على المسابقة يقول طيب الخامس يقول علم الفقه الاكبر، علم الاسماء الحسنى. سيبكم من المسابقة الوقت، خلوكم مع، خلونا مع صورة الفاتحة. علم الفقه الاكبر، يعني كانوا بيسموا اللي بنسميه الوقت الفقه، اللي بنسميه الفقه فقه العبادات وفقه المعاملات، كانوا بيسموه علم الفقه الاصغر. وكان علم الفقه ده الجيل الاول يا جماعة، وعلم الفقه الاكبر كان الاسماء الحسنى ومعرفة الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. طب ليه مش بسم الله الملك العظيم؟ ليه مش بسم الله؟ اشمعنى الرحمن الرحيم؟ لان ابرز صفة في الكون كله عليها شواهد لله سبحانه وتعالى هي صفة الرحمة. لما تبص تدرس 6 سنين في كلية الطب، اكتر صفة تخرج بها من صفات الله صفة الرحمة. لما تبص للكون وخلق الكون حواليك وربنا رتب لك كل حاجة عشانك ازاي، ابرز صفة صفة الرحمة. لما تقرأ القرآن من اوله لاخره، فعلا اعظم صفة تحس بيها ربنا في القرآن هي صفة الرحمة. لما تبص لشريعة ربنا الشريعة الاسلامية، اعظم صفة هي صفة الرحمة. لما تشوف حياة الصالحين اللي عبدوا ربنا باخلاص وتفاني وتقرأ قصة حياتهم، تحس بتنزل الرحمة وانها اعظم صفة. لما تبص للي ربنا بيعمله مع العباد في الدار الاخرة، اعظم صفة صفة الرحمة. لدرجة ان ابليس يرفع رأسه يظن ان سيغفر له من كتر ما بيشوف رحمة ربنا يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
الحمد يا جماعة هو الثناء بحب يا اخوانا. بداية الطريق لربنا حب. اول كلمة في القرآن كلمة بحبك يا رب. اول كلمة في القرآن حب. شو خدنا في سورة مريم السيدة مريم من اكتر الايات اللي الواحد كان عايش معاها في العمر اللي فات دهية. قول الله اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقية. كنت اقول ياه هو انا لو سبت الناس وسبت الدنيا وقعدت في جبل لوحدي هو انا ممكن ما احسش بالوحشة؟ هو في ناس وصلت لدرجة من الانس بالله ان ما يهمهاش عايشة في صحراء ولا في جبل ولا في جزيرة في قلب محيط بس المهم انها مع ربنا. اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقية. هو في ناس وصلت للدرجة دي من الانس بالله سبحانه وتعالى؟ الحمد هي دي عشان كده ربنا اصطفاها اصطفاك على نساء العالمين. الحمد لله رب العالمين. يعني ايه رب العالمين؟ يعني اللي الكون كله عايش في خيرك يا رب. يعني اللي لحم اكتفنا من خيرك يا رب احنا وكل مخلوقات الدنيا كلها. اول ما اثنيت على الله وقلت الحمد لله اول ما الثناء على الله طلع من الكون الى الله نزل من الله على الكون الرحمن الرحيم. نزلت الرحمات يعني بعد الحمد لله الرحمن الرحيم. عايز تدوق رحمات ربنا اثنى على ربنا. عايزة تعيش في كنف رحمات ربنا املي حياتك ثناء على الله. يعني اول ايتين في الفتحة هم مفتاح الرحمات هم سبب الفتح بالرحمات. على قد ما هتثني على الله على قد الحمد لله رب العالمين في حياتك على قد اثار الرحمن الرحيم في حياتك. طب الوقت الحمد لله قبلها ايه؟ الكلمة اللي قبلها ايه؟ ها الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. والكلمة اللي بعدها ايه؟ الرحمن الرحيم. يعني قبلها البسملة الرحمن الرحيم وبعدها الآية الثانية في الفاتحة الرحمن الرحيم. على قول ان البسملة مش آية من الفاتحة الرحمن الرحيم. يعني الحمد جه قبله رحمة وبعده رحمة. الرحمة الاولانية دي رحمة ربنا. ربنا بيرحم الكون كله يا جماعة. امال اللي بيثني على الله بعد الرحمة دي ربنا بيرحمه رحمات خاصة. عايزين يتنزل عليكم عطاءات الله الخاصة املوا حياتكم بالثناء على الله الرحمن الرحيم. بص يا اخوانا الاختلاف ما بين العلماء في اسم الله الرحمن الرحيم اختلاف كبير جدا. وايه الفرق بين الرحمن والرحيم؟ انما انتوا لو عايزين مشهد واحد مشهد واحد يلخص لك معنى كل اسم منهم بالظبط وفي نفس الوقت يجيب لك الفرق ما بين الاثنين مشهد الجنين جوه الرحم. الجنين جوه الرحم في حبل سري بيدخل جوه جسمه بيغذيه وبيديله الاكل والشرب والهواء وبيغسل له كلته وبيقوم مقام الرئه وبيقوم مقام اعضاء الجسم لحد ما الجسم يتكون. وفي رحم بيحيط بيه مقفله من كل ناحيه مفيش ميكروب يقدر ينفذ للجنين ابدا. عمرك ما سمعت ان في ايد جنين عفنت او رجل جنين عفنت لان في ميكروب دخل؟ الجنين بيبقى جوه محاط بحمامه. لا يبقى في نوعين من الرحمه، رحمة الرحم اللي محيطة به من كل ناحية الرحمة الشاملة ورحمة الحبل السري اللي مخترقة جسمه وبتمده. يبقى دي الرحمة النافذة. يبقى في رحمة حواليه اللي هي رحمة الاعداد وفي رحمة مخترقة اللي هي رحمة الامداد. ايه الفرق؟ يبقى دول اسم الرحمن الرحيم. الرحمن زي الحبل السري كده حبل السري. عشان كده لما ربنا توعد قطع الرحم باسم الرحمن قال انا الرحمن ومن قطعك ايه؟ قطعته. شفت واحد اتقطع عنه الحبل السري كل حاجة اتقطعت والعياذ بالله. يبقى الرحمن ذو الرحمة النافذة، الرحمة اللي بتنفذ لقلبك اللي بتنفذ لحياتك، الرحمة اللي نفذت لإبراهيم في النار، اللي نفذت لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في الغار، اللي نفذت لسيدنا يونس في بطن الحوت. الرحمة النافذة اللي نفذت للتلاتة جوه الصخرة في قلب الجبل. الرحمة اللي ربنا بيوصلها لك مهما كان الكرب مطبق عليك. امال الرحمة الشاملة دي زي رحمة الشمس والقمر والهواء والغلاف الجوي والقشرة الارضية والرب. يبقى دول يا اخوانا الرحمن الرحيم. طب يا رب المنظر المهول ده اللي الجنين عايش في جوه الرحم ده انا يا رب عايز افضل كده. انا يا رب عايز اعيش في كنفك كده. انا يا رب ملهوف ان انا الرحمة دي تفضل عندي. عايز تفضل محاط برحمات الرحمن الرحيم؟ ايوه عايز تفضل. عارفين وانتوا قاعدين دلوقتي في المسجد النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ على القوم اللي بيجتمعوا على ذكر الله في بيت الله ها الا نزلت عليهم نزلت عليهم سكينة ولا رحمة؟ الرحمة ولا السكينة؟ الا نزلت عليهم السكينة وحفتهم وغشيتهم
هي دي غشيتهم الرحمة، زي ما كانت غشيك الرحم كده وانت في بطن الام. يبقى اذا اخوانا القعدة اللي انتوا فيها دي انتوا رجعتوا تاني لولاية الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، مالك في قراءة مالك، ايه الفرق بين مالك وملك؟ مالك يوم الدين، مالك الخلق يوم الدين، ملك يوم الدين اي مالك الامر يوم الدين. يعني ملك السعودية بيملك كل عمارة وكل ارض في السعودية؟ لا، انما لا ما يملكش. هو ملك السعودية يملك اراضي السعودية؟ لا يملكها، انما هو اللي بيحكم الامر في السعودية باذن الله وحده طبعا. امال اقولك انا مالك الارض دي؟ اه ده انا مالك دي، ملكي الارض دي ملكي. يبقى مالك يوم الدين مالك الخلق يوم الدين، انما مالك يوم الدين مالك الامر يوم الدين، له الخلق والامر يوم القيامة، من بقي له شيء فليأخذ. مالك يوم الدين يعني ايه الدين؟ يعني ايه يوم الدين؟ بعض العلماء قال لك يوم الدين يعني يوم الدين. يعني ايه يوم الدين؟ يعني اليوم اللي هيظهر فيه قيمة الدين، الناس اللي هتعرف فيه قيمة الصلاة، اليوم اللي الناس هتعرف فيه قيمة الصلاة والصوم، اليوم اللي الناس هتعرف فيه قيمة قيام الليل، اليوم اللي البنات هيعرفوا فيه قيمة الحجاب، اليوم اللي الناس هتعرف فيه قيمة الدعوة الى الله. الوقت انت بتجري ورا الناس تقول لهم توبوا الى الله وكل بيعرض وبيهرب، اليوم اللي الكل هيعض على ايده لانه ما تابش. اليوم مش يقولك احنا في زمن شهادات، يعني الزمن ده اعلى حاجة الشهادات. يوم الدين الكل هيعرف قيمة الدين والدنيا يبقى ملهاش قيمة. النهاردة الدنيا، النهاردة الناس عارفة قيمة الدنيا لدرجة ان في شركات عملاقة بتشتري الزبالة وتعيد تصنيع. الزبالة في الدنيا لها تمن، اهل الدنيا بيتاجروا في القمامة، اهل الدنيا عرفوا قيمة كل حاجة في الدنيا حتى القمامة. ولكن الدين الناس زاهدة في ربنا، كل الناس زاهدون فيك يا رب. مالك يوم الدين، اليوم اللي هتعرف فيه قيمة العبادة، قيمة التضحية، قيمة المجاهدة، قيمة القرآن. هو ذلك اليوم، ويوم يعض الظالم على يديه، يا ليتني قدمت لحياتي. الناس هتندم، ولكن بعد ايه؟ مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين. بس بقى اخوانا، بس بقى بصوا بقى، احنا بدانا ايه؟ انتوا عارفين احنا بدانا نوصل لقمة الجبل دلوقتي. اياك نعبد واياك نستعين. في حاجة غريبة حصلت، حد واخد باله؟ احنا كنا بنتكلم مع ربنا بضمير الغائب، الحمد لله رب العالمين، فجأة اياك بقينا بنكلم ربنا مباشرة، بقى ضمير الحضور هنا، بقى خطاب الحضور هنا، بقى الخطاب المباشر هنا. يعني مثلا اقول لك مثلا على سبيل المثال، ها اسمك ايه؟ ادم. ما شاء الله ادم، ادم انسان كويس. ده معناها ان ادم معانا ولا مش معانا؟ مش شرط يبقى معانا، مش شرط. ادم ازاي؟ ادم راجل محترم، معانا ولا مش معانا؟ مش شرط. ادم ده راجل كمل، معانا ولا مش معانا؟ مش شرط. يا معانا ازيك يا ادم عامل ايه؟ يبقى لازم يكون معانا. هي دي الحمد لله. ايه ماشي، ممكن ده خطاب غائب في القرآن في اللغة، الرحمن الرحيم ماشي مالك، انما اياك نعبد لا، ده انت طلعت وترقيت، الف مبروك. ده بيسموها التفات الترقية، حصل ترقية. علماء التفسير هنا بيقولك حصل هنا ترقية، انك لما اثنيت على الله، لما قعدت تذكره وتثني عليه وتمجده وتسبحه وتحمده، ربنا رقاك الى خطاب المباشر. يعني ايه يا اخوانا؟ المعنى ده خطير جدا. يعني معناها ان انت بيجي عليك فترة في الالتزام، بتعيش مرحلة تعب، بتعيش مرحلة مجاهدة، وممكن تحس هو ربنا سايبني ليه؟ هو انا 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 عندي مشاكل، ربنا سايبني اواجه المشاكل دي لوحدي ليه؟ انا عندي ابتلاءات. يا بنت اصبري وكنا به عالمين. ربنا ما سابكيش. فجأة لما بتصبر في المرحلة الاولانية في الطريق الى الله، ربنا بيرقيك بقى وتطلع الى مرحلة القرب من الله سبحانه وتعالى، اللي هي مرحلة اياك نعبد اياك نستعين. زي ما قال العلماء، قال لك الطريق لربنا عامل زي النخلة. النخلة فيها جريد، تطلع على الجريد يقعد يقطع في صدرك ويقطع في ايديك ويجرح في رجليك، تصبر عليه شوية توصل للرطب اللي زي الشهد، تاكل الرطب اللي زي الشهد. قال لك وهذا الطريق لربنا بدايته بتبقى صعبة شوية، ولكن لما بتصبر، لما بتجاهد، لما بتتعب شوية، لما بتضحي شوية، بتوصل للشهد بعد كده. فانت صبرت الحمد لله رب العالمين. ممكن وانت بتقولها ما انتش حاسس لسه بعلامات معاملة ربنا، ولكن انت صابر وصامد. الرحمن الرحيم، عقبات بتقابلك وصامد، مالك يوم الدين، عقبات بتقابلك وانت صامد، فجأة ربنا يفتح لك ابواب القرب ويفتح لك
ابواب المعاملة، وتلاقي معاملة ربنا ليك بقت زي الشمس في حياتك. اياك نعبد واياك نستعين، تلاقي معية ربنا وتلاقي نعمة ربنا وتلاقي هداية ربنا بتتنزل عليك. يبقى ده معنى خطير جدا يا جماعة، اصبروا على بداية الطريق، اصبروا في الاول وشوفوا هتاخدوا ايه بعد كده. اياك نعبد واياك نستعين. طب الوقت ربنا اتكلم عن العبادة قبل الاستعانة، العبادة دي اللي هي المجاهدة. اياك نعبد، يا رب انا هعبدك، انا هكافح في قيام الليل، انا هكافح في صيام اثنين وخميس. واياك نستعين، هداك يا رب، يا رب عني يا رب. هو اللي بيوصلك لربنا اكتر مجاهدتك ولا افتقارك لله؟ مجاهدتك بتوصلك لربنا على قدرك، انما افتقارك بيوصلك لربنا على قدره هو. يبقى الافتقار اللي بيوصل اكتر. طب ما كان ربنا اذا يقول اياك نستعين واياك نعبد، كان الافتقار يجي الاول؟ لا، ده لو ما فيش اياك نعبد ما فيش اياك نستعين. يعني ايه ربنا بيستجيب لمين يا جماعه؟ ربنا بيسمع دعاء مين يا جماعه؟ يعني كنت بقول لاحد اخواني امبارح ولا اول امبارح، بقول له يعني سبحان الله العظيم، بقول له يا اخي في الله، القضيه مش قضيه اللي ممكن واحد نايم الوقت ومتغطي. كنا احنا في مكان خلوي كده في تدبر والدنيا تلج، يعني نحاول نتدبر في خلق الله. فبقوله ممكن واحد نايم في السرير الوقت وبيقول اهدني يا رب، هو نايم. انما ربنا طبعا، وربنا يسمع لمن يشاء، انما انا بتكلم على السنن. انما ربنا بيسمع لمين؟ للي بيقول اهدني يا رب وهو شغال. اتعب وبعد كده ادعي، اشتغل وبعد كده ادعي. عشان كده اياك نعبد واياك نستعين. واحد يقول لا عيني وانا اعبدك، لا اعبدني وانا عينك، اعبدني وانا عينك. يعني ما تطلبش من ربنا انه يحل لك مشاكلك وعشان تقدر تمشي في الطريق. يا رب حل لي مشاكلي مع ابويا او مع والدتي او مشاكلي الماديه او مشاكلي مع امراتي او مشاكلي مع اولادي او ظروف اللي انا فيها، يا رب حل لي مشاكلي وانا اعبدك. اوعى تقول كده، غلط. اعبده وهو يحل لك مشاكلك، اعبده على قد ما انت قادر وهو يحل لك مشاكلك. يبقى ما تقولش عني وانا اعبدك، لا اعبدني وانا عينك، اعبدني وانا عينك. لفتة مهمة قوي يا جماعة، لازم انت اللي تبدأ. عشان كده الله سبحانه وتعالى يقول من تقرب الي شبرا تقربت منه ذراعا. اللي بيوصلك لربنا تقرب الي ولا تقربت منه؟ اللي بيوصلك لربنا الخال شبر بتاعك ولا ان ربنا اللي بيقربك؟ الشبر. يا نهار ابيض، الشبر بتاعك ده حته خطوه على قدك. اللي بيوصلك تقربت من لما الملك هو اللي يقربك. امال ليه ربنا قال في الاول من تقرب الي شبرا؟ لازم انت اللي تبدا، لازم انت اللي تبداي. اوعى تستسلم، اوعى تنهاري، اوعى تبقى ضعيف العزيمه، اوعى تقول انا عندي مشاكل، مش قادر اعبد، مش قادر اشتغل في الدعوه، بس ربنا يعيني ويحلها لي وانا اشتغل. اوعى الكلام ده، مش صح. ده انت لو خطيت شبر واحد مجاهده وبعد كده قلت يا رب، ربنا هيقربك ذراع بالافتقار وبالفتح من الله سبحانه وتعالى. ابدأ، لازم يبقى عندك روح مبادرة. الاخ الملتزم او الملتزمة اللي عنده روح مبادرة، اللي بيبدأ الايجابي، اللي بيحرك اللي حواليه، اللي مش مستني مربي يجي يخطفه، اللي مش مستني اخ صالح يجي يشده، اللي مش مستنية حد يجي يطلعها من اللي هي فيه، اللي مش مستنية زوج صالح لو اتجوزني هخلص من البهدلة، اللي اهلي مبهدلينهالي، مش عارف اعبد ربنا في البيت ده. اوعى، قرب لربنا، اعبد ربنا وربنا يفتح عليك. ما تعلقش دينك على ان ظروفك تتغير، اشتغل على قد ما انت قادر وربنا هيفتح عليك. اياك نعبد، اياك نعبد مش اياك اعبد. طيب نادي معناه ايه؟ معناه ان حضرتك مجرد عبد من وسط مليارات العبيد. يعني ما تتنططش، يعني اعرف قيمتك في ملكوت الله. عارف لما بنقول عبيدك سواي كثيرون وليس لي رب سواك، ايه دي؟ اياك نعبد يا رب، ده انا واحد من مليارات المليارات يا رب. واياك نعبد معناه ان كل عبد، ما تقفش على باب عبد زيك. الغريق لا يتعلق بالغريق، يبقى مجنون. لو غريق راح لغريق يمسك فيه ويقول له انقذني، يبقى انسان مجنون. تعلق بالله سبحانه وتعالى. اياك نعبد جد بضمير الجمع ليه برضو؟ لانك مش هتقدر تعبد ربنا لوحدك، مش هتقدري تستمري على العباده لوحدك. عشان كده واياك نستعين برضو بالجمع، لانك فقير لربنا، فقير لربنا، وكل الناس فقراء الى الله سبحانه وتعالى. عشان كده ضمير الجمع في الفاتحه ضمير مهم قوي يا جماعه. يعني الجمع في الفتحة اياك نعبد اياك نستعين اهدنا. طب لما ربنا يقول اهدنا، الجمع هنا يدل على ايه؟ اول حاجة كلكم ضال، كل الناس ضالة،
انت ضل وكل الناس ضل. عايز تهتدي اطلب من الله الهداية. من اكبر الاخطاء اللي انا اخطأتها في حياتي لما كنت طالب في الكلية، من اكبر الاخطاء اللي اخطأتها في حياتي ان قلبي اتعلق بالشيخ فلان والمربي فلان انه يوصلني لربنا. من اكبر الحاجات اللي عطلتني في طريق ربنا. يعني يا اخوانا لا يتعلق قلبك في وصولك الى الله الا بالله. هيتعلق قلبك بالشيخ فلان، الشيخ فلان اتشغل عنك، هتفضل قاعد مستني. اه لو الشيخ فلان يفضلي هتعطل نفسك. يا ابني قوم اتوضى وقول يا مالك الملك، يا اللي وصلتهم وصلني، يا اللي فهمتهم فهمني، يا اللي فتحت عليهم افتح عليا. يا رب انك لا يتعلق قلبك في الوصول الى الله الا بالله. اهدنا برضو في معنى خطير قوي، لان اهدنا تيجي بالجمع. هو انا بطلب الهدايه ليا وليك ليه؟ يا عم ما يهتدي ولا ما يهتديش، انا مال انا عايز انا اللي اهتدي. اوعى، التزام اخوك حصن وامان ليك انت كمان، وانتكاس اخوك مصيبه في دينك. عشان كده ها لو فاكرين درس حمل خارج الرحم، حد فاكر درس حمل خارج الرحم؟ حد كان معانا في درس حمل خارج الرحم يرفع ايده. اللي كان معانا في درس حمل خارج الرحم ها ماشي، حمل خارج الرحم ماشي، معقول يعني ها ان لله وانا راجعون لله يا زمرش ماشي. المهم يا اخواني في اللي احنا معاذين ربنا على الاستمرار. انا واثق ان انتم ممكن يكون نصكم كان معانا بس ممكن مش فاكر اسم الدرس بالظبط. في درس حمل خارج الرحم لما قلت لكم ان معظمنا ملتزمين حمل خارج الرحم نهايته انه هيسقط. ليه؟ لانه مش ملتزم جوه رحم بيئه الايمان، لانه فردي ماشي لوحده ومنطلق لوحده. في الدرس ده قلت لكم سيدنا موسى، واذ قال موسى لفتاه اللي هو يوشع لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبة. العلماء قال لك طب هو غلامه ماله؟ سيدنا موسى اللي قابل الخضر اصلا يوشع مش هيقابله. سيدنا موسى بيقول للغلام كده ليه؟ قال لك لان اللي ماشي معاك في الطريق لما بيبقى مشحون زيك بيساعدك على الانطلاق، لما بيبقى صحبتك في الالتزام صحبة نايمة بتعطلك عن الانطلاق. انا جربت ناس اقول لهم يلا رجاله نطلع تدبر، يلا نطلع تدبر، يلا رجاله نطلع مقابر، يلا نطلع مقابر، يلا ننزل جوله، يلا ننزل جوله، بيساعدوني في ديني. وجربت صحبه ثانيه يا جماعه رجاله ايه رايكم ان احنا نتكلم عن ربنا في حاجه؟ والله اصل مش عارف ايه، واصل مين كان بيقول مين ومين ميودع على فين، وتلاقي نفسك دخلت في حوارات ومتات. يا ابني انت صحبتك دي عنصر خطير في حياتك وفي وصولك الى الله. عشان كده اهدنا. انت لما بتشتغل على اخوانك في الورشه او على اخواتك في الورشة او على اخوانك اللي داخلين الدرس جديد، او بتربي اتنين في المسجد اللي في منطقتك لسه داخلين جداد، او بتهتم بالصحبة الصالحة، يا ابني انت بتشتغل لنفسك والله العظيم. انت اللي هتجني ده. انا لما بهتم باخ مثلا في الدعوة مثلا انا بهتم لنفسي، لان بكره ده هيبقى سند ليا باذن الله. انا ممكن اجي اكسل هو اللي يشدني. انا لما بكلم اخ عن قيام الليل انا اكتر مستفيد منه. ليه؟ لان انا لما هاجي اكسل بكره هو اللي هينزل وهيشدني. يبقى اذا لازم تفهم ان جهدك على اخوانك ده جهد على نفسك انت، وان انتكاس اخ من اخوانك ده مصيبه في دينك انت، لانك انت ما عدتش هتلاقي حد يشدك في وقت من الاوقات. حافظوا على بعض، احرصوا على بعض، خافوا على بعض. ذكر لفظ الجمع في سورة الفاتحة بيدل ان احنا مجموعة يا جماعة، ان الدين ده عمل جماعي، ان الدين ده روح فريق. برا في امريكا يقولك مفيش حاجة اسمها فردة فرديات، هي روح فريق. يقولك اللي مش فريق ده انسان فاشل. احنا مفيش حاجة عندنا اسمها روح فريق. يقولك لو جبت اربعة يابانيين جنب بعض، حد عارف دي؟ اربعة يابانيين يشتغلوا مع بعض كويس جدا، ثلاثة يابانيين يشتغلوا مع بعض معقول، اتنين يابانيين يعني واحد ياباني يفشل. لو جبت واحد مصري يبدع، اتنين مصريين يعني زمزقة، تلاتة مصريين يخبطوا في بعض، اربعة مصريين يولعوا في بعض. فالكلام ده يا اخوانا كلام سليم، انتوا بتضحكوا عليه. انا من فترة كنت بضحك عليه زيكم، لحد ما الواحد بدأ يفهم ان يا اخوانا دي الحياة. عشان كده الناس دي ناجحة، ان الناس دي مؤمنة ببعض، ان الناس دي مؤمنة بروح الفريق، ان كل اخ ماسك ورشة يبقى عارف قيمة الاخوة اللي ماسكين ورش جنبه، ان كل شاب في ورشة يبقى عارف قيمة الشباب التانيين، ان كل داعية في المنصورة يبقى عارف قيمة الداعية التاني، ان كل موقع نت اسلامي يبقى عارف قيمة الموقع التاني، ان كل جمعية خيرية تبقى عارفة قيمة الجمعية التانية، ان كل واحد بيشتغل في الدين على صغر يبقى عارف قيمة باقي الناس. يا اخوانا لازم نعرف قيمة بعض، لازم نفهم انها مش هتنفع غير واحنا ايدينا في ايدين بعض. سورة الفاتحة بتعلمك العمل الجماعي، سورة الفاتحة بتعلمك روح الفريق، سورة الفاتحة
بتعلمنا ان لوحدك مش هتقدر، ولوحدك مش هتوصل، ولوحدك مش هيفتح عليك، ومحدش هيدخل الجنة لوحده، ومحدش هيوصل لربنا لوحده. وبرصيصة عبد ربنا 70 سنة ومات كافر في اخر يوم في حياته، لانه مرضاش يصبر على صحبة واحد كان ممكن يبقى غلس شوية، ولكن كان هيذكره بالله لما يجي الشيطان يقول له اسجد لي. لكن لما جه يقع في الفتنة ملقاش حد جنبه. اوعى اوعى تستقوى وتنسى اليوم اللي هتحتاج فيه الصحبة الصالحة. اياك نعبد، اياك دي يعني انت وبس، اياك نستعين انت وبس. ده مقام ايه؟ ده مقام المخلص ولا المخلص؟ رجالة ده كان سؤال في الامتحان، رجالة كلها مجاوبين. اياك انت وبس، مفيش غيرك. المخلص ممكن يصلي العشاء باخلاص ولكن بعد كده يشوف حياته. المخلص ده ما عندوش غير ربنا في حياته، ده انسان عايش بقلبه مع ربنا طول حياته. المخلص ده عارفين واحد متقفل بالسلوفان اللي عليه، واحد ما فيش في حياته غير ربنا سبحانه وتعالى، واحد واقف لله تعالى. اياك انت وبس يا رب، انت وبس، اياك نعبد واياك نستعين. من العجائب في الصورة يا جماعة ان ربنا بيعلمنا ازاي نمشي صح في الصورة، ربنا بيعلمنا ازاي نمشي صح. ازاي؟ اياك نعبد. الاول شوفوا الصورة علمتك ازاي تبدأ صح. والله يا اخوانا لو فهمنا القرآن هنوصل لربنا اسرع مما نتخيل. احنا مشكلتنا ان احنا تايهين، مشكلتنا ان احنا مش مركزين، مشكلتنا ان احنا مش عارفين نخرج بخط سير من القرآن، مش عارفين نطلع بروشتات في الطريق الى الله من القرآن، رغم ان القرآن كله توجيه، ولكن لسه بنتعامل مع المصحف حرف ب10 حسنات، لسه بنتعامل مع المصحف. انت جايب امتحان صعب كده ليه؟ انت بتقول لنا اثبت ان الدعوة مش مجرد كتاب وشريط، الكلام ده ماله ومال القرآن؟ ومال القرآن ماله ومال ايه؟ انت بتقول لنا اثبت لنا ان احنا لن نجاهد الا وراء العلماء، الكلام ده ماله ومال القرآن؟ ومال القرآن بيتكلم عن ايه؟ القرآن نازل عشان يفهمنا كل حاجة، القرآن نازل عشان يديك خط السر للفردوس الاعلى. يبقى لما نتكلم دلوقتي في القرآن يا اخوانا ربنا بيقول لنا ازاي نوصل. ابدأ صح. سورة الفاتحة بتقولك امشي صح. ازاي؟ الاول الحمد لله، دي معرفة الله رب العالمين، اسماء الله معرفة الله، الرحمن الرحيم اسماء الله وصفاته يعني معرفة الله، مالك يوم الدين معرفة الله، اياك نعبد. يبقى سورة الفاتحة كلمت الاول عن العبادة ولا كلمت الاول عن معرفة الله؟ ها؟ كلمة الأول معرفة الله، كلمة الأول معرفة الله قبل الكلام عن العبادة. ليه؟ لأنك هتعبد إله ما انتش عارفه. إزاي؟ إزاي هتعرف وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ اللي ما انتش فاهمه هتصبر عليه إزاي؟ عشان كده لقمان وبيرب ابنه، ربنا يا رب لنا اولادنا، بيقول له يا بنية انها ان تكن مثقال حبة من خردل فتكن في السماوات، فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض ايه؟ يأتي بها الله. بيعلمه مراقبة الله، بيعلمه شمول علم الله، بيعرفه مين ربنا، بيكلمه عن قدرة الله وهيمنة الله على كل ذرة في الكون وعلى كل معلومة مستخبية في الكون. بعدها قال له يا بنية ايه؟ ها؟ اقم الصلاة. يا بني اقم الصلاة. يبقى قبل ما يقول له صلي عرفه هيصلي بين ايدين مين. واحنا في سلسلة محتاج اصلي واحنا بنتكلم عن الخشوع في الصلاة، مفتاح الخشوع في الصلاة كلمة واحدة بس: اتدرون بين يدي من اقوم؟ اتدرون بين يدي من اقوم؟ تعرفين انا واقف بين ايدين مين؟ لو انت جيت وقفت بين ايدين يعني اعظم ملك في الدنيا او اكبر رئيس جمهورية في الدنيا هتقف كده خاشع ومحترم، هقول لك اعمل ايه كده؟ حاضر. البروتوكول بيقول لك رجليك الاثنين جنب بعض كده، حاضر. هتلبس بدلة هيكون ليها لون معين، حاضر. هو انا محتاج عشان تخشع من ايديه ان انا اقول لك خد بالك البدلة دي رمز على الاحترام والوجاهة، وحطت ايدك رمز على الخضوع والخشوع؟ يا عم مجرد ان انا واقف بين ايدين فلان خلصت، انا عارف انا هعمل ايه. يا عم مجرد انك تفهم انت واقف بين ايدين مين في الصلاة خلصت. اتدرون بين يدي من اقوم؟ انتوا عارفين انا واقف بين ايدين مين؟ انتوا عارفين انا بعبد مين؟ اياك نعبد واياك نستعين. الاية دي في من السلف اللي فضل يصلي بيها لحد الفجر، فضل طول الليل يصلي بيها لحد الفجر ويبكي. يا اخوانا سورة الفاتحة محتاجة ليالي على ليالي قيام ليل بيها عشان نقدر نعيش مع المعاني الرهيبة بتاعتها. اهدنا الصراط المستقيم.
اهدنا الصراط المستقيم. يعني ايه اهدنا الصراط المستقيم؟ يعني دلوقتي كان ممكن اقول ارزقني اشفيني، لا، لو الهداية جت كل حاجة هتيجي. طيب كلام جميل جدا. طيب الوقت يا اخواني اهدنا الصراط ده، انت بتطلب من ربنا ايه؟ تطلب من ربنا ايه؟ تطلب من ربنا الهداية؟ تطلب من ربنا ايه؟ تطلب من ربنا المعية. لو قلت اهدنا الى الصراط عرفني الطريق، ما بتطلب الهداية. انما اهدنا الصراط، خليك معايا طول الطريق يا رب، ده كلمة واحد خايف، خايف من بكرة، كلمة واحد خايف انه يقع، كلمة واحد خايف حامل هم يوم موته، حامل هم بعد 10 سنين ان ربنا احياه، مش بيقول يا رب عرفني الطريق النهاردة، يا رب خليك معايا لاخر لحظة في حياتي، يا رب خليك معايا في كل خطوة من خطواتي، خليك معايا في كل اختيار من اختياراتي. انت ممكن تختار اختيار واحد غلط تفضل تدفع ثمنه طول عمرك. انت ممكن يبقى اهدنا الصراط المستقيم، خليك معايا يا رب طول الطريق، خليك معايا يا رب اهدنا الصراط المستقيم. تخيلوا يا اخواني يعني ايه كلمة الصراط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهدنا الصراط المستقيم، واحنا بنتكلم يا اخواني عن خطوة جديدة في الطريق للخشوع في الصلاة، عن خطوة جديدة في الطريق لأعظم لذة في الحياة، لذة الوقوف بين ايدين ربنا. واحنا بنتكلم عن سورة الصلاة كما سماها العلماء، سورة الفاتحة اللي انت مش هتعيش صلاة لو ما عشتهاش، ومش هتفهم الصلاة لو ما فهمتهاش، ومش هتجني ثمرة الصلاة لو ما عشتهاش صح. وعشان تعيشها صح لازم تتدرب على المعاني اللي احنا قاعدين نقولها دهيت في قيام الليل. لازم سورة الفاتحة ده يا اخوانا عايزة ليالي قيام عشان قلبك يلين للمعاني بتاعتها، بحيث انك انت اول ما تقف في الصلاة وانت بتقراها بسرعة عشان الامام قبل ما يركع تلقط المعاني. عارفين القلب عامل زي ايه؟ عارفين العربية لما بتحط المفتاح في الكونتاك، المفتاح ممكن يلقط فورا العربية وممكن العربية عايزة زقة. انت قلبك اول ما بيسمع المعاني دي بيلقط على طول في الصلاة ولا قلبك عايز زقة؟ شوف قلبك، قلبك بيلقط على طول ولا قلبك بطيء، قلبك محتاج وقفة. لو نهتم بقلوبنا زي ما بنهتم باحذيتنا كان زماننا بقينا من السابقين. الوقت يا جماعة احذيتنا شوفوا احنا بنتعب عشان نلمحها قد ايه في الشتاء دهوت. انما قلبك ممكن يبقى مليان شهوات وشبهات وانت ساكت، فين جهدك على قلبك؟ اهدنا الصراط المستقيم. يعني ايه الصراط يا اخواني؟ الصراط السريت في اللغة، ده من اعجب المعاني التي وقعت عليها في كتب اللغة، من اعجب المعاني التي وجدتها في كتب اللغة، ان السريت هو الفلوذج، البسبوسة بالفستق. ان السريت البسبوسة بالفستق، يا نهار ابيض. كل ما اشوف اي استعمال لغوي لكلمة الصراط الاقي فرس سرطان، اي سريع بيوصل بسرعة، يقول لك الصراط يعني الطريق الواضح. ايه يا اخوانا ده؟ يعني كل معاني كلمة الصراط في اللغة بتحمل معنى اللذة، زي السريت كده الفلوزج، البسبوسة اللي بتحط عليها العسل وتحط عليها الفستق. يعني يا اخوانا طريق ربنا ده طريق لذيذ قوي، طريق ربنا ده طريق جميل قوي، طريق ربنا ده انت لو فهمته هتعيش اجمل حياة. وده اللي احنا بنحاول نعمله، ان احنا نفهم الناس ان مش هي اوضة حضرت، ان الدين ده مش حاجة ضيقة الناس بتتزنق فيها وتتخنق فيها، ان الدين ده شيء واسع، ان الدين ده شيء عظيم، ان الدين ده شيء جميل، ان الدين ده مش الصورة الغبية اللي العلمانيين واخدينها عنه والبعاد عنه واخدينها عنه، ويقولك لازم الفكر بتاع اهل الدين يتغير. المليار ونص لازم فكرهم يتغير. فكرهم يتغير ازاي؟ لازم فكر اهل الدين يتغير. مش بنتكلم عن الدين، بنتكلم عن الفكر. خدوا بالكم، يطلعوا في برامج التوك شو يقعدوا يشتموا في اهل الدين ويقول لك بس الدين حلو، واهل الدين يعني عليهم من الله اللعنات، انما الدين حلو. وبعد كده يطلعوا يشتموا في الفكر بتاعهم، في فهم اهل الدين للدين، وبعد كده خدوا بالكم بس الدين حلو. الدين ملوش دعوه، فهم اهل الدين غلط بس الدين حلو، اهل الدين وحشين ويعني حاجه وحشه جدا بس الدين حلو. يعني ايه يعني؟ يعني اقول لك خدوا بالكم الطب جميل قوي يا جماعه، بس دكاتره كليه الطب دول ولاد يعني حاجه وحشه جدا، اوعوا حد يقرب منهم. وخدوا بالكم يا جماعه الطب حاجه عظيمه، بس فهم الاطباء للطب حاجه مشينه. طب ما انا كده بقطع ما بينك وبين الطب. يبقى القضيه قضيه ان دلوقتي لما ربنا يقول لك صراط الذين انعمت عليهم، ربنا بيحدد لك امشي ورا اهل الدين ده، هم دول اللي هيوصلوك صراط الذين. شفتوا الدين لذيذ ازاي؟ طب بالله عليكم يا جماعه مش بقول لكم الصراط يعني السريت ده البسبوسه بالفستق؟ ادي يا اخوانا اهو حاجه اخر لذاذه.
حد عنده اعتراض؟ لا 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 يا اخي سبحان الله يا اخي، احنا حدش بياكلها، حدش بياكلها بالسهل. ده الدين جمال، جميل جمال يا جماعه. عموما التورتيه بتاعت النهارده دي هتنزل للاخوات مش لينا المره دي، عشان كل مره بيتظلموا معانا، فالمره دي ان شاء الله. انت عايز ايه؟ هنصور معاه في الاخر. الله. طب انت ممكن تجيب حاجه كده عشان يجوعوا وهم قاعدين وبعد كده ايه؟ لا مفيش اي حاجه. عايز حاجه تانية؟ بس حلو جدا، بس جزاك الله خير. احب الاخوه اللي عندها روح مبادره والله يا اخوان، يعني الاخوه اللي عندها ايجابيه. احنا كنا بنتكلم عن ايه؟ عن التورته. ايوه كده 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 انتوا معايا. بس انا كده عرفت بقى ان الحمد لله يعني ايه، يعني دروس التفسير مفيده جدا للاخوه والاخوات. يعني اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم، امشي ورا اهل الدين، امشي ورا اعلام هذا الطريق. فيجي يقول لك لا اهل الدين مش فاهمين، واهل الدين وحشين، واهل الدين. طب انتوا عايزين توصلوا الناس لايه؟ انتوا عايزين النتيجه النهائيه ايه؟ ماشي، مش احنا بنقول مالك يوم الدين؟ بكره المشكله ان ابوها مركز قوه في الدرس، فانا مش هقدر اتكلم. يعني عم فؤاد تعالي اقول لك. طيب اقعدي بقى خلاص يا جماعه، ما عادش يعني. بصوا الدرس بدا بفضل الله، مركزين عايزين نكملها مركزين. خلاص هاخد التورته واروح، خلونا كده مع بعض حلوين للاخر. ان شاء الله بعد العشاء هنوزع جوائز المسابقه، فاحنا باذن الله عايزين الناس تركز معانا كده عشان نعرف ان يعني فضل ومنه الله سبحانه وتعالى ايه، يعني لعل ربنا يتقبل منه. ماشي يا اخواني في الله. اهدنا الصراط المستقيم. يعني ايه الصراط يا جماعه؟ زي ما قلت لكم، الصراط يعني الطريق الواضح، الصراط يعني الطريق السهل، الصراط يعني الطريق السريع اللي هتوصل فيه بسرعه، الصراط يعني الطريق الجميل، الطريق الممتع. بس في حاجه تانية تسمت باسم الصراط ولكن مرعبه ومفزعه، حد يقدر يقول لي هي ايه؟ صراط الآخرة، الصراط اللي منصوب على شفير جهنم. طب ربنا ليه الطريق الجميل ده اهو، الطريق الممتع ده اهو، ربنا يسمي بيه الصراط اللي أدق من الشعرة وأحد من السيف، واللي ضحد مزلة مفيش رجل تقدر تثبت عليه، واللي منصوب على شفير جهنم، ربنا يسمي ده باسم ده ليه؟ عارفين ليه؟ لأن اللي هيحصل لك على صراط الآخرة هو نسخة من اللي انت كنت بتعمله في صراط الدنيا، وده معنى في غاية الخطورة يا اخواني، ده معنى خطير قصة العبور الرهيب للصراط. هو الصراط ده منصوب على شفير جهنم، هو جهنم ده عمقها قد ايه؟ لما وقع حجر في قاع جهنم النبي عليه الصلاة والسلام قال ألقي من شفيرها منذ 70 عام. يعني لما تطلع على اعلى برج وترمي جبل حجر قد الجبل وتوصل الارض بعد 70 سنة، يبقى ارتفاع البرج ده قد ايه؟ طب ما بالك الجبل ده، الصخرة اللي قد الجبل دي وصلت بعد 70 سنة للعمق. انت يا بني ادم يلي ما فاكش نفخة، انت توصل بعد كام سنة؟ يبقى تخيل انت جاي داخل تعدي من على الصراط وتحتك جهنم بالعمق ده، والعرض بتاع جهنم قد ايه؟ ده الشمس اللي قد الكرة الارضية 1,200,000 مرة، حتة طوبة، حتة زلطة من زلط جهنم، حتة طوبة صغيرة في جهنم. يبقى جهنم دي قد ايه؟ وسوداء مظلمة والعياذ بالله. وانت داخل على الصراط انت لسه مضروب السور اللي ما بين المؤمنين والمنافقين، يعني مشهد مرعب يا اخوانا، ولسه الكفار ما بيعدوش من على الصراط، اقتيدوا الى النار والعياذ بالله. وانت داخل الصراط قلبك واقف وقاعد تسمع صوت جهنم، صوت جهنم ايه؟ لا يسمعون حسيسها، صوتها وهي بتاكل الاجساد. سمعوا لها تغيظا وزفيرا. قاعد تسمع صوت تغيظ جهنم، وقاعد تسمع صوت استغاثات اهل جهنم، وانت بتعدي من على الصراط شايف الناس قدامك انواع، مفيش واحد زي التاني، كل واحد على حسب عمله في الدنيا، على حسب مشيه على الصراط. امال ابو طلحه حط رجله على رجل، حط راسه على رجل زوجته وبكى لما ذكر الصراط ليه؟ لانه هو عارف يعني ايه صراط. لو انت عرفت يعني ايه الصراط هتبكي كل ما تسمعي قول الله وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا. النبي عليه الصلاه والسلام قال لك الناس اللي على الصراط 5 انواع، ركزوا معايا يا اخوانا، 5 انواع من الناس على الصراط. 1 فناج مسلم، واحد نجا بالسلامة، 1000 سلامة، مفيش حاجة مسته خالص. 2، وخدوا بالكم كل واحد من دول انواع. 2 ومكدوس في نار جهنم،
يعني مكدوس، يعني جهنم فيها تكدس سكاني، يعني جهنم الناس متكربسه فوق بعض فيها، يعني الزنزانة في جهنم تساع اتنين يتحبس فيها عشرة مثلا والعياذ بالله. ومكدوس في نار جهنم، وقع تلاتة. ومخردل، يعني مخردل لما اجيب كيلو لحمة احطه جوه الفرامة وافرمه، بعد ما اتفرم اتسمى مخردل، خردلته، يعني بيتفرمم في خطاطيف وكلاليب جهنم والعياذ بالله. يعني من كتر اللي عملوه الكبائر والذنوب والعياذ بالله عما بيعدي بيكون اتقطع والعياذ بالله. والرابع فناج مسلم ومكدوس في نار جهنم ومخردل. جميل ان شاء الله لك وتاب، ايه الجمال ده. ومخدوش مرسل، ومخدوش مرسل. يعني ايه مخدوش مرسل؟ يعني اتخبط له خبطه في خطاف ولا كلوب ولا حسكه بس في الاخر اتساب. يعني على انتوا عارفين واحد ايه، واحد هدومه جت في الموضوع، يعني اتمسك وبعد كده ساب، بعد طبعا ما كان قلبه طبعا اتخلع ووقف وكل اللي ممكن يحصل من الرابع حصل له، اتساب. يلا كمل عدي، ما انتش هتقع في جهنم. طب والنوع الخامس، حتى يمر اخرهم يزحف زحفة، بيتجرجر لحد ما يوصل. حتى اذا عبر الصراط قال الحمد لله الذي اعطاني ما لم يعطي احدا من العالمين. ده انا هو لو كان شاف واحد بس عدى من اللي قدامه او من اللي وراه ما كانش قال الكلمة دي. معناه ان اللي بيقع من على الصراط كتير جدا يا جماعة، يعني يزحف زحفة، ده بيتجرجر. ده مين ده اللي كان بيتجرجر في الدنيا؟ ساعات تقف مع صاحبك يا عم تعالى معانا الدرس، اصلي والله يا عم يطلع روحك بقى على بعد 50 مرة ما يجي الدرس، اطلع معنا عمرة يا عم، اطلع معنا 55 عمرة ان شاء الله ما يطلع، تعال نصلي الفجر في الجامع الفلاني بعد 50 فجر ان شاء الله. بيطلع روح اللي بيدعوه الى الله. في ناس كده يا جماعة معنتة، صعب عما بيقدر يطبق حاجة من الدين، بيكون معنت لكل اللي بيدعوه الى الله. ده في الاخر والعياذ بالله يزحف زحفا. ليه؟ لانه كان في الدنيا عامل زي السلحفة، كان في الدنيا في الطريق الى الله عامل زي السلحفة، فالصراط عامل زي السلحفة. يعني الصراط ده مش لعبة يا اخوانا، يعني الكلاليب واحد تكلبت على قلبه الشهوات، قاعد يدخل مواقع وحشة، والموبايل بتاعه والعياذ بالله تلاقي عليه قرف وبلاوي، اهو ده بقى الكلاليب معمولة له. طب الخطاطيف الشبهات خطافة، ده اللي دخل على مواقع الحاد، مواقع علمانية. هو مين اللي قال ان البخاري احاديثه كلها صحيحة؟ هو الحديث ده ازاي يبقى صحيح اصلا وانا مش عارف اجيبه بعقلي؟ ده بتوع الشبهات بقى الذين خطفت قلوبهم الشبهات. طب والحسك اللي بتوع الذنوب، الذنب بحسكة بشوكة. طب والسنة اللهب اللي طالعة من النار، كبائر بقى والعياذ بالله، كاسيات العاريات، الزاني، المرابي، كل ده والعياذ بالله. يبقى اذا يا اخواني في الله اهدنا الصراط المستقيم على حسب الصراط في الدنيا، على حسب الرسم البياني بتاع استقامتك، على حسب سرعتك الى الله هتكون سرعتك على الصراط. النبي عليه الصلاة والسلام حدد عدة سرعات، حد يقدر يقول لي ثلاث سرعات من السرعات على الصراط؟ ها ثلاثة اوبشنز، ها يمر احدهم ها كالبرق، ها كالريح، ها كاجاويد الخيل. ادي ثلاث سرعات مختلفة. كالبرق يبقى دي سرعة ايه؟ الضوء. اجاويد الريح سرعة العاصفة، ها اجاويد الخيل سرعة الوسائل المواصلات السريعة. يبقى واحد بيعدي بسرعة الضوء 340 الف كيلومتر في الثانية، وواحد بيعدي بسرعة الريح السريعة، ها وواحد بيعدي بسرعة العربية 120 كيلومتر في الساعة. تخيل ده بقى، يعني القضية مش قضية سهلة يا اخوانا، الصراط مش قضية سهلة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم يا رب. هو دي النقطة اللي بتوع التوك شو عايزين يضربوها، اللي العلمانيين عايزين يضربوها، ان الدين ما يبقاش فيه قدوات عملية، ان الدين ما يبقاش فيه حاجة اسمها الذين انعمت عليهم، فيش الكلام ده. لا، ممكن المذيعة المتبرجة الكاسية العارية تطلع وتتكلم في الدين. هو ما بيفهمش في الدين غير بتوع الدين، فيش الكلام ده. ما بيفهمش في الدين غير بتوع اللي مربين دقنه ده، فيش الكلام ده. وهو ده اللي بيسمموا عقيدة الناس الوقت بيه. وان لم ننتبه كثير من الناس ستسمم عقائدها. ان لم ننتبه ان احنا ننزل للناس، ان انت تنزلي وانت تنزل ونتكلم عن ربنا، ونتكلم ونوصل لكل شارع ولكل حارة ولكل سكشن ولكل نادي ولكل شاب ولكل فتاة ولكل قرية ولكل نجع، نكلمهم عن الله ونكلمهم عن السنة ونكلمهم عن مقام السنة. وإلا فبتوع الإعلام
عمرنا ما هيبقى اعلامنا زيهم، عمرنا ما هيبقى عندنا القوة الاعلامية الجبارة بتاعت الغرب اللي مديها لهم عشان يطعنونا بيها، مديهم السكينة يطعنوا ديننا بيها. انما هنقدر ننزل الناس، هنقدر ننور بصائر الناس لو اتحركنا ونزلنا وبقينا منتشرين وسط الناس زي ما ربنا قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض. يمشون، ناس بتتحرك وسط الناس وهي بتنشر الهداية غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طبعا دي كلمة مرعبة، المغضوب عليهم والضالين اللي هم مين يا جماعة؟ برصيصة. ماشي، اليهود والنصارى مش هم يعني اشهر فئة في المغضوب عليهم هم اليهود، واشهر فئة اللي هم عالم على الضالين هم النصارى، انما المغضوب عليهم والضالين دول كتير قوي. برصيصة اللي سجد للشيطان في اخر يوم ما ده منهم. المنافقين والعياذ بالله اللي انتكسوا وسابوا الطريق، ما هو مين المغضوب عليهم ومين الضالين؟ المغضوب عليه اللي دخل وبعد كده ساب، اللي عارف الصح وبعد كده ساب. الضالين اللي معرفش يدخل الطريق اصلا، خاف ان ربنا يغضب عليك لو دخلت في طريق الدين وبعد كده سبته. لو انت دخلت في الطريق وبعد كده سبتيه خافوا. وانت بتقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، افتكر بلعام ابن بعوراء اللي ربنا قال عليه في الاخر مثله كمثل الكلب. افتكر كل جثة وقعت قدامك على الطريق في الالتزام. انا بقالي حوالي فوق 20 سنة من يوم ما التزمت بفضل ومنة ربي ومولاي سبحانه وتعالى، 20 سنة انا شفت كمية جثث وقعت. شفت اخوة ثابت الالتزام واخوة ثابت الدين كله والعياذ بالله، وشفت ناس كانت ملتزمة ومنقبات وبقوا متبرجات وفطن بالدنيا، وملتزمين وبقوا والعياذ بالله ضلالية، وملتزم وبقى علماني، وملتزم وبقى ملحد، وشفت كتير قوي يا جماعة. شفت ناس وملتزم وشرب مخدرات، وملتزم ووقع في الزنا. الطريق خطر يا اخوانا، الطريق خطر. عشان كده سورة الفتحة بتقولك نعبد نستعين اهدنا. سورة الفتحة، تعرفين سورة الفتحة ترتيب النزول بتاعها سورة رقم كام؟ رقم كام؟ سورة الفتحة رقم كام؟ ها؟ سورة الخامسة في ترتيب النزول. السورة الخامسة، خمسة ديت وربنا بيقول نعبد ونستعين واهدنا. السورة الأولانية اقرأ فرض بضمير الفرد، والسورة الثانية قم الليل فرد، والسورة الثالثة قم فأنذر فرد، والسورة الثالثة قم الليل فرد. النبي كان في الأول لوحده، إنما النبي عليه الصلاة والسلام قاتل وكافح، قاتل يعني بذل أقصى مجهود في الدعوة إلى الله، وكافح ووصل الليل بالنهار في الجهد، لا لحد ما الناس أقبلت وبقى معاه مجموعة. ساعتها ربنا كلمهم بضمير الجماعة وقال نعبد ونستعين واهدنا. معناه إن الدين ده عايز ناس أقوياء. هتفضل لوحدك لحد ما تشتغل، هتفضل المنطقة بتاعتك انت الملتزم الوحيد فيها، هتفضل عايشة الوحدة والصحراء لوحدك، هتفضل ما انتش لاقي صحبة تساعدك لحد ما تبدأ تشتغل في الدين. هتلاقي الدنيا بدأت تزهزه، ساعتها هتلاقي بيئة الايمان قدام ايديك بين ايديك. غير المغضوب عليهم ولا الضالين 17 مرة بتتوسل الى الله يوميا انك ما تموتش يهودي ولا نصراني. ياه 17 مرة كل يوم بتقول يا رب ما تموتنيش يهودي ولا نصراني، كل يوم 17 مرة بتقول يا رب ما تموتنيش كافر زي برصيص العابد، كل يوم 17 مرة بتقول يا رب ما تنكسنيش نكسة بلعام ابن بعوراء، كل يوم 17 مرة بتقول يا رب ما تنكسنيش زي فلان وفلان وفلانة وعلان وعلانة، كل يوم 17 مرة. سيدنا ابراهيم بيقول لربنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام، محطم الاصنام بيقول يا رب ما تقلبنيش مشرك اسجد لهبل ومناها. ليه؟ هو فسرها بعدها قال ها رب انهن اضللن ايه كثيرا من الناس. يعني ايه؟ يعني انا عايز اسالك، هو انت فاكر انك انت مسلم لانك انت اذكى واحد في الدنيا؟ يعني فكرك انك انت مثلا مخك ده اكبر من مخ بيل جيتس مثلا؟ ها؟ ولا انت فهمك اعلى من فهم ستيفن كوفي مثلا؟ ولا انت يعني امكانياتك اعلى؟ انت فكرك ايه يا ابني؟ في كفار واخترعوا وشقوا الذرة وطلعوا المريخ، في كفار ووصلوا. يبقى القضية مش بالذكاء يا جماعة، القضية اصطفاء من الله سبحانه وتعالى. انت فكرك انك قاعد دلوقتي في درس ايماني وبتسمع عن ربنا وبتسمع تفسير القرآن والخشوع في الصلاة لانك انت اذكى شاب في المنصورة؟ يعني ده ربنا اختارك، ده ربنا اللي جابك، ده ربنا اللي اتى بقلبك. يبقى اذا انك انت لازم تخاف، لازم تخاف من الانتكاس، لازم تخاف من الوقوع. غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
يعني كنا مع اعظم لحظة في الحياة، اعظم لحظة في عمرك كله، لحظة وانت بتقرأ الفاتحة في الصلاة، يعني وقفت ولم يكن في نيتي ان انا ادي درس في سلسلة محتاج اصلي عن سورة الفاتحة، ولكن سبحان الله فكرت الاسبوع ده، قلت يعني انا ان شاء الله مرتب نفسي ان في درس المرة اللي فاتت عن معجزة الركعتين، عن الصلاة هتقلب حياتك قد ايه، وان شاء الله باذن الله المرة الجاية نجتهد على الله باذن الله، هنتكلم عن ثواب فريضة واحدة صح، هنتكلم فريضة واحدة بس، هنمسك فرض واحد لو صليته صح كمية الثواب اللي هتاخده هيخليك تقول يا نهار ابيض، ده احنا ضايعين، احنا بنضيع كل فريضة الكنز ده عشان فرق 5 دقايق بين الصلاة الصح والصلاة اللي مش صح، وبإذن الله سبحانه وتعالى بعد كده هنبدأ نعيش بقلوبنا بقى في المرة اللي بعدها ان شاء الله عن معاني الصلاة، هنبدأ نقف بقى، انت عارف انت بتعمل، انت فاهم انت بتعمل ايه، انت فاهم السجود بعد الركوع ليه، انت فاهم انت قلت سمع الله لمن حمده، طب ما تقول يا رب اطلب، لا نزلت ليه تطلب تحت، طب ما انت فوق قلت ان ربنا بيسمع للي بيحمده، اطلب بقى، هو انت فاهم الفتحة قبل القرآن ليه، طب هو انا وانا واقف وقفت طب سجدتين ومش ركعتين ليه، طب يعني انك تبقى فاهم انت بتعمل ايه، لو فهمت الصلاة دي لقاء بينك وبين ربنا ازاي، هتفهم معاني في الصلاة، هتخلي الصلاة بالنسبة لك متعة باذن الله سبحانه وتعالى، ولكن اثرت ان انا اتحدث عن سورة الصلاة في النص، لان يعني صعب قوي يا جماعة ان الفتحة كنا ناخدها في دقيقتين كده في وسط درس المعاني، والفتحة مقامها اعظم من هذا ومقامها اخطر من هذا باذن الله سبحانه وتعالى، ان شاء الله باذن الله بعد الـ يعني الدرس، طبعا هو بدايه قيام الليل بسوره الفاتحه، يعني التوصيه روحي بقى الله اكبر وعيش مع سوره الفاتحه، عيش بقى مع كل ايه، انا اعلم ناس ممكن يقعدوا في سوره الفاتحه بـ3 ساعات يقروها، ابن تيميه كان بيقعد يقرا سوره الفاتحه من بعد الفجر للساعه 10 الصبح، يعني سورة الفاتحة دي سبب في اسلام دول مجلس التعاون الخليجي، منقذ ابن حيان لما اسلم والنبي علمه سورة الفاتحة وسورة اقرأ راح كان السبب في هداية قوم كلهم بنو ربيعة كلهم اللي كانوا ساجنين اللي احنا بنسميه الوقت دول مجلس التعاون الخليجي، يعني بسبب سورة الفاتحة حولت انسان عابد وداعي الى الله، الفاتحة بنت انسان عابد وداعية، الفاتحة هتعمل فيك ايه والفاتحة هتغير فيك ايه، اتدربوا عليها في قيام الليل يا جماعة، واتدربوا عليها في النوافل عشان يبقى واحنا واقفين في صلاة الفريضة قلوبنا تلقط بسرعة مع سورة الفاتحة بإذن الله، إن شاء الله بإذن الله الجوائز، جوائز مسابقة التفسير سورة مريم بإذن الله سبحانه وتعالى، والإعلان عن الأوائل بإذن الله سبحانه وتعالى وأسماء الأوائل وتسليم الجوائز فور صلاة العشاء بإذن الله سبحانه وتعالى، مع جائزة لإدارة الجماعة الشرعية، يعني لأن يعني هم لا يظهروا في الصورة ولكن الناس دي بتتعب معانا يا جماعة، عشان احنا نيجي نلاقي المسجد حلو قوي كده والدنيا مفخفخة قوي كده وقاعدين ما شاء الله مزاجنا تمام التمام كده، في ناس بتتعب قوي يا جماعة عشان المكان ده أصلا يبقى جاهز بالمنظر ده، فإن شاء الله بإذن الله ده بعد العشاء، وبعد الجوائز هنعمل إن شاء الله إيه؟ بعد الجواز في إيه؟ ليه؟ بعد الجواز في إيه؟ الورش، اوعوا بعد الجوائز بعد الجواز الورش، الصحبة الإيمانية اهدنا نعبد نستعين، اوعوا يا جماعة تفرطوا في صحبة بعض، اوعوا يا اخوانا بعد الجواز ان شاء الله بإذن الله الورش، والوقتي التورتاية يعني عليها صور، حد ينولها لي كده، عليها صور 3 بنات أمامير من بناتنا، احنا عملنا التورتاية الأولانية كان عليها صورة مريم بنتي وكان صورة إيثار علي زيادة وكان من التالتة معانا مريومة مريم عبد المجيد، خلاص كانت ديت الصور الثلاثة بتاعت التورتاية الأولانية وصيطناهم على النت، النهاردة هنصيط 3 بنوتات معانا برضو في ورشة الأطفال فوق، لأن في ورشة أطفال هتبقى تحت من أول النهاردة إن شاء الله جديدة، في ورشة الأطفال اللي فوق 3 بنوتات جداد، هم مين بقى؟ عمو فؤاد جزاك الله خيرا، نهى محسن، خلاص نهى كانت زعلانة المرة اللي فاتت احنا مراضينك اهو وعاملينك ايه؟ يجوا يصوروا معايا طيب، يجوا من غير حجاب؟ نهى محسن وهبة ممدوح ربنا يحفظها ويبارك فيها وميمونة ايهاب، ما شاء الله لا قوة الا بالله، الله اكبر الله اكبر، يعني ربنا يبارك فيهم، انا بس عايز اعمل حوار معاهم، تعايا نهى
طب انقذوا بس الورق بتاعي، انقذ لي الكراسه اللي تحت التورتايه ده، ايه لوجه الله. ايوه شدها لي بقى ولما ايوه انقذ لي المنظر يا حبيبي، بس خد بالك خد بالك لوجه الله. خد يا حبيبي مناديل كتير، فين نهى؟ فين ميمونه؟ فين هبه؟ قولي لي بقى يا نهى احساسك ايه بعد ما لبستي الحجاب؟ احساسك حلو جميل جدا، احساسها حلو يا جماعه، يعني ده معناه ان نهى مش عارفه ايضا الحمد لله. طب اقول لك حاجه يا نهى، تقولي ايه للبنات الحلوين اللي لسه معانا في ورشه الاطفال؟ ها اللي منهم ساره بنتي، واللي لسه في اولى ابتدائي، واللي منهم ها واللي منهم الامامير اللي حواليك ده امت ولسه ما لبسوش الحجاب، قولي لي يا نهى بقى تقولي ايه للبنات اللي لسه ما لبسوش الحجاب؟ يلبسوه. لا انا عايزك توعظوهم يا نهى، يمكن بكره تطلعي دعايه الى الله كده. يعني طب لو ما لبسوهوش هيحصل ايه؟ طيب نهى يا جماعه نهى مكسوفه يا جماعه. طيب فين هبه؟ ما شاء الله لا قوه الا بالله، ده هبه عسل. ايه رايك يا هبه بقى؟ يعني انت فرحانه انك لبست الحجاب؟ طيب حاسه ان ربنا كده يرضى عنك اكتر؟ طيب انت حاسه ان كفايه كده بقى انك تتحجبي، ولا في حاجات كمان عايزه تعمليها عشان ترضى ربنا اكتر؟ في حاجات. ايه بقى اللي انت عايزه تعمليه عشان ترضى ربنا اكتر؟ الصلاه مثلا؟ انك تنتظمي في الخمس فروض؟ يعني نتفق ان احنا ما عدناش نضيع صلاه؟ طيب يا بطه فين ميمونه؟ تعالى يا بطه قولي لي بقى يا ميمونه، انت عارفه ان الناس دي كلها بتتفرج عليكي دلوقتي؟ ها وفرحانين بيكي وكلنا فخورين بيكي؟ طيب يا ميمونه انت صورتك فين على التورتايه هنا؟ شاطرة ممتازة. طيب نسألها في ايه يا جماعة؟ طيب تقولي ايه؟ تقولي ايه العقوشة عشان تلبس الحجاب؟ البسي الحجاب يا عائشة. البسي الحجاب يا عائشة، بصي يا عائشة خلاص انت صيدت يا عائشة، خلاص انت كمان استاذ ياسر بيصور عائشة، خلاص انت صيدت يا عائشة. ان شاء الله باذن الله ننزل صورهم بقى على الفيس باذن الله، على اسمها الصفحة الرسمية دكتور حازم شومان، ان شاء الله ننزل صورهم على الفيس ويبقوا تشجيع لكل البنات اللي لسه في ابتدائي انهم يلبسوا الحجاب، وكل بنت لبست الحجاب يا جماعة وهي لسه في ابتدائي طبعا تيجي في ورشة عمو فؤاد او في ورشة الاطفال تحت تجيب صورتها، واحنا ان شاء الله كل 3-4 بنات هنعمل لهم تورتايه باذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا.